يقول: ما حكم زيارة القبور يوم العيد؟ حكم زيارة القبور يوم العيد كخطبة زيارتها يوم عيد الجمعة. هل من قائل بأنه يستحب زيارة القبور يوم الجمعة؟ الجواب لا، كل ما في الأمر إن الناس اعتادوا عادة وتوهموها سنة، وهي البدعة بعينها. ذلك لأن من القواعد الشرعية التي يستفيدها طالب العلم من عموم أدلة الكتاب والسنة أن هذه الأدلة ما كان منها مطلقا وجب إجراؤها على إطلاقها، ولا يوجد تخصيصها إلا بدليل مخصص. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا يجوز تقييد ما جاء مطلقا من النصوص إلا إذا جاء ما يقيده. وعلى العكس من ذلك، إذا جاء نص مقيد بصفة أو بكيفية أو بعدد فلا يجوز فك هذا القيد عنه وإطلاقه، كل هذا مخالفة للنصوص. ولما كانت أدلة الأمر بزيارة القبور مطلقة كمثل الحديث المشهور من قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قوله عليه السلام ألا فزوروها في هذا الحديث وفي غيره أيضا مطلق، فينبغي إجراؤه على إطلاقه، ولا يجوز تقييده بزمن لم يأتي تقييده به في الشرع، ولا بصفة ولا بكيفية. فإذا كان الأمر كذلك كان تخصيص العيدين بزيارة القبور يكون من باب تقييد المطلق بغير نص شرعي، وهذا اعتداء على الشارع الحكيم، ويخشى على من يفعل ذلك أن يدخل في وعيد أو في إنكار ربنا تبارك وتعالى على المشركين بقوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا لا يجوز زيارة القبور يوم العيد خاصة.